السلام عليكم متابعي قناة زيرتك، ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. حيث اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة احتراف التصوير الليلي من خلال الهاتف الذكي الخاص بك، وكل هذا سيتم في 5 خطوات بسيطة. قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى دعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك في قناة زيرتك لكي تتوصل بكل جديدنا. فلنبدأ مباشرة في حلقة اليوم. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم مجموعة من الخطوات البسيطة للحصول على صور احترافية في الوضع الليلي، حيث بطبيعة الحال الإضاءة تكون منخفضة. سنتكلم على مجموعة الإعدادات التي يجب عليك فهمها وكيفية الحصول على صور ممتازة من خلال الكاميرا الخاصة بهاتفك الذكي فقط. كما أنني أيضا سأقدم لكم مجموعة من التطبيقات الخاصة بتعديل الصور في آخر هذا الفيديو. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى دعمي بالضغط على زر لايك وتعليق تحفيزي لتدعمني للأفضل، لأن هذا النوع من المواضيع تتطلب إعداد كبير وتصوير كثير له. الخطوة الأولى وهي اختيار الزاوية الملائمة من ناحية الإضاءة. هذا يعني أنك ستقوم بتوجيه الكاميرا الخاصة بك إلى أفضل زاوية تجد فيها نسبة ضوء مرتفعة أو متوسطة نوعا ما، وكل هذا على حسب المكان الذي أنت فيه. هذه النقطة أو الخطوة تعتبر أول شيء يجب عليك القيام به قبل التقاط صورة في الوضع الليلي. الخطوة الثانية التي يجب عليك تفقدها وهي عدم استخدام الأوتو مود أو التصوير الآلي في التقاط صور ليلية، فبالتالي ستكون جميع الإعدادات آلية من ISO وإعدادات شاتر سبيد وغيرها من الإعدادات التي سنتكلم عليها بعد قليل. باستخدام هذا المود تستعمل جميع الإعدادات بشكل ديفولت أو إعدادات على حسب هاتفك. فإن كان هاتفك من الفئة المتوسطة فمن الصعب على الكاميرا الحصول على الإعدادات المناسبة لالتقاط صورة في الوضع الليلي. أما إذا كان هاتفك من فئة الفلاكشيب أو الهواتف القوية فبالتالي سيكون يحتوي نظام الخاص به على تقنية تصوير ليلي أفضل. فيجب عليك أن تحول كاميرا هاتفك إلى الوضع اليدوي أو مانيال مود، وفي بعض الهواتف نجده باسم البرو مود. هناك حيث يمكنك من التعديل على جميع الإعدادات التي تكلمنا عليها في السابق، وهذا ما يوجهنا إلى الخطوة الثالثة وهي تعديل الإعدادات التي تكلمنا عليها في الخطوة السابقة والموجودة في البرو مود. سأشرح لكم بالتفصيل كيف تختار أفضل الإعدادات، وسأستعمل هنا تطبيق الكاميرا الموجود في هاتفي من شركة شاومي والذي يعمل بنظام الأندرويد بطبيعة الحال بواجهة ميوي الخاصة بهذه الشركة. لكن جميع الإعدادات نجدها في جميع الهواتف لأنها إعدادات عالمية. الإعدادات التي نتكلم عليها هنا هي اختيار أفضل قيمة ISO بالإضافة إلى اختيار سرعة التقاط الصورة المناسبة أو شاتر سبيد. كما أنني أيضا سأشرح لكم الوايت بالانس أو تعديل الألوان في الصورة من خلال الكاميرا بشكل مباشر. فلنبدأ بقيمة ISO، وهي عبارة عن كمية الضوء الداخل إلى فتحة الكاميرا، أو بمعنى آخر كلما كانت قيمة ISO خاصة بك صغيرة كلما كانت نسبة الضوء في الكاميرا أقل، وهذا إن كنت تريد التقاط صورة في الليل أو في مود الإضاءة المنخفضة. فيجب على هذه القيمة أن تكون مرتفعة من أجل الحصول على الديتيلز الموجودة في الصورة بشكل أفضل، فبالتالي ستقوم برفع نسبة الـ ISO بشكل صغير إلى غاية أنك تلاحظ جودة الصورة ممتازة. فإذا قمت باختيار قيمة خاطئة لا تتوافق مع الـ Environment أو المحيط الخاص بك فبالتالي ستقوم بالحصول على صورة سيئة من ناحية الإضاءة. فبالتالي سيجب عليك اختيار القيمة المناسبة بشكل صحيح. تاليا إعدادات سرعة التقاط الصورة أو Shutter Speed، والذي يتمثل في سرعة التقاط الصورة بالنسبة لفتحة العدسة، وهذا أفضل شرح يمكنني أن أقدمه لكم لأن هذا شيء يعتبر من أصعب المعلومات في مجال الفوتوغرافي، وأصحاب المجال هم على دراية بالكلام الذي أقول. المهم إعدادات الشاتر سبيد في الهواتف الذكية لا تتعلق بفتحة العدسة، لأن الكاميرا الخاصة بهواتفنا لا يمكنها تغيير الفتحة مثل الكاميرات الاحترافية أو الDSLR، فبالتالي ستكون الفتحة على قيمة ثابتة حتى الهواتف القوية أو الفلاكشيب تأتي بنفس الشيء أيضا. من أجل تعديل شاتر سبيد بشكل صحيح ستجد هذا سلايدر الذي يقدم لك قيمة الEV أو الإكسبوجر فاليو، وباللغة العربية قيمة درجة الإضاءة. كلما قمت برفع أو زيادة هذه القيمة ستلاحظ أن الصورة أصبحت مضاءة أو برايتر من السابق، والعكس صحيح. بالتالي ستختار القيمة المناسبة لك على حسب المحيط الذي أنت فيه، ولا تنسى أنك تقوم بملاحظة سرعة التقاط الصورة. إذ كانت على سبيل المثال 3 ثواني أو 4 ثواني فيجب عليك أن تبقى ماسك الهاتف في نفس المستوى الذي التقطت فيها الصورة من أجل الحصول على صورة متميزة. هذه الصورة الظاهرة أمامكم على سبيل المثال تم التقاطها بسرعة منخفضة ربما 10 ثواني أو أكثر من ذلك، فبالتالي يمكنك الحصول على صور ممتازة جدا من خلال تعديل هذه الإعدادات التي تكلمنا عليها صديقي العزيز. في نفس المود ستجد خاصية تسمى بالـ WB، وهي عبارة عن تلخيص لقيمة الـ White Balance، وهي الخاصية التي تهتم بتعديل الألوان على الكاميرا. هذا الشيء ليس مهم لأنه يمكنك أن تترك قيمته على الأوتو، أو ستقوم بتصفح القيم الموجودة إلى غاية أنك تجد الصورة الملائمة لك والتي تبحث عليها. في هذه الخطوة تكلمنا على الإعدادات بالتفصيل، وأتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد فهمتم الفكرة. بالمرور إلى الخطوة الرابعة وهي
هي خطوة على السريع، اعتبرها فقط نصيحة. قبل التقاط أي صورة في الوضع الليلي، استعن بحامل الهاتف مثل هذا الحامل الظاهر أمامكم، وإن لم تكن تملك يمكنك استعمال عصا السيلفي لأنها تقدم لك نفس الغرض. وإن لم تكن لديك جميع هذه الأشياء التي تكلمنا عليها، فيمكنك استعمال يديك الاثنتين. فيجب عليك حمل الهاتف بشكل ثابت، لأنه في التصوير الليلي كما قلت لكم بعض الصور تأخذ بعض الثواني، وذلك إن اخترت شاتر سبيد عالي، فبالتالي سيجب عليك تثبيت الهاتف لثواني معينة من أجل التقاط الصورة بشكل صحيح. النقطة الخامسة والأخيرة والتي سنتكلم عليها وهي التعديل على الصور، فبالتالي من أجل جعل الصورة الخاصة بك أكثر احترافية سيجب عليك التعديل عليها. وإن لم تكن لديك أي خبرة في مجال التعديل على الصور، سأنصحك بمشاهدة فيديو تطبيقات بديلة لبرنامج الفوتوشوب، حيث يمكنك التعديل على الصور الخاصة بك بكل احترافية وسهولة تامة. كما يمكنك استخدام أيضا تطبيق لايت روم من شركة أدوبي، ولكن يتطلب بعض الخبرة في مجال التصوير الفوتوغرافي. هذا التطبيق يتطلب فيديو كامل من أجل أن أشرحه لكم بالتفصيل، وإن أردتم أن أقدمه لكم فقط اضغط على زر لايك وشاركني رأيك أسفل التعليقات حول هذه الفكرة. إلى هنا أصدقائي، أتمنى أن يكون قد عجبكم محتوى اليوم. لا تنسى دعمي بالضغط على زر لايك والاشتراك في قناة زيرتك لكي تتوصل بكل جديدنا. ادعمني بلايك لهذا الفيديو وشاركنا رأيك أسفل التعليقات. كان معكم إيهاب من قناة زيرتك، نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.